أنا اسمي منيرة القديري، حالياً أعرض عمل اسمه طيف واحد في متحف سرسق، وهو عمل عبارة عن 6 منحوتات يأخذون شكل الدريل الذي يستخرج النفط من الأرض، وشكلياً هم شكل دريل، ولونهم هو اللون اللي ما بين النفط واللؤلؤ. أنا يعني أصلي كويتية، ففي الكويت يعني هو بلد 90% يعني يعتمد على النفط. من خلال اللون والشكل، واللون هو يعني بالكويت والخليج العربي، خاصة الشرق الخليج، كان دائما يعني قبل النفط الدخل الأول هو الغوص للؤلؤ. وأنا جدي كان يغني في سفينة غوص للؤلؤ، فكنت أفكر بحياته، ويعني كأن حياته صارت نوع من يعني الخرافة، لأن ما يعني حياتنا في الكويت ما بعد النفط تغيرت بشكل يعني هائل، لدرجة أن ما في صلة ما يعني بالحياة اللي قبل وما بعد النفط بين اللؤلؤ والنفط. وأنا اكتشفت أن المادتين عندهم نفس اللون، بس هم يعني اللؤلؤ لون أبيض أكثر والنفط لون أسود أكثر يعني، بس هم من نفس يعني سلم اللون. صرت ألعب في فكرة شلون أخلق يعني تسلسل بالتاريخ خلال شيء بسيط اللي هو اللون.